السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلاب المميزين والطلاب الأذكياء الطلاب الشطار، إن شاء الله يا رب أعلى المعدلات ورافعين رؤوسنا ورؤوس أهلكم بالعفات، ونسمع الأخبار الحلوة إن أنتم ما امتحنتوا نهاية السنة لين عفات، ورفعتوا رؤوسنا ورؤوس أهلكم بالخامس بالمنطقة، ورفعتوا رأسنا بالسادس إن شاء الله السنة الجاية، وأشوفكم بالمكانات الراقية وبالشغلات اللي أنتم تطمحون حتى تسوونها، وإن شاء الله يا ربي الإعفاء بهاي السنة والمعدل العالي بالسنة الجاية. طلاب صف الخامس، موضوعنا اليوم هو adjective plus preposition صفات زائد حروف جر للصف الخامس الإعدادي بالوحدة السابعة. شوفوا نهاية الكتاب، اثنين هن نفس الموضوع نسخ ولصق، يعني كأنما المصمم المنهج للخامس وللسادس ماخذها نسخ لصق للخامس وللسادس، مو مسوي أي فرق بيناتهم. صفات تتبعها حروف جر، يعني تجيك هاي الصفة اكو حرف جر معين يتبعها غيره ما يجي وراها، زين اذا انطاك اختيارات تختار هذا حرف الجر. هذا السؤال يجيك بسؤال المفردات بسؤال الاختيارات حسب السؤال اللي يجيك، لكن شنو انت تختار الاختيار المطلوب. مثلا angry annoyed existed sure worried، هذه الصفات تتبع ب about، لازم يجي بعدها about. angry annoyed worried disappointed pleased، هذه تتبع ب with، يجي بعدها with. طبعا مستحيل يعطيك angry ويعطيك الاختيارات about with، لان هذه يجي بعدها about وهذه يجي بعدها with، واذا انطاك اياهن لازم ينطيك جملة كاملة المعنى تدل على غاضب عن لو غاضب مع لو شنو الشغلة، يعني ينطيك المثال اللي انت تريد about حوله with معه، هذني حروف جر. زين afraid frightened jealous proud، هذني يتبعن ب او. interested يجي بعدها ان، different يجي بعدها from، good bad يجي بعدها at. هذا كل الموضوع، يجن ذني الصفات لازم تحفظهن وتحفظ بالترتيب شنو اللي يتبعهن يا حرف جر. مثلا ينطيك annoyed ينطيك الحرف about و at، شنو الاختيار؟ اختيار about، او مثلا ينطيك about وينطيك اختيار annoyed لو good او bad، شنو اللي يجي قبلها؟ لازم تجي annoyed، هيش يكون الاختيار، يتملعب لك لو بالصفة لو بحرف الجر. هذا الموضوع سهل، الكلمات المفروض تنحفظ حفظ وما بيها شي صعب، سهلة جدا، وصفات مستخدمة بالايام العادية ومستخدمة بحياتك ومستخدمة بالدراسة، كل اللي عليك تحفظهم وتركز بين خمس صفات يتبعن about، خمس صفات يتبعن بوذ، أربع صفات أوف، صفة واحدة إن، صفة واحدة فروم، وصفتين عندك آت. كل اللي عليك تحفظهن وتحفظ مواقعهن. هذا كل ما يتعلق بموضوعنا صفات زائد حروف جر adjective plus preposition. فيديو ثاني إن شاء الله في مال الله.